نجمنا النهارده ميسي الكره المصريه، نجم النادي الاهلي ومنتخبنا المصري كابتن وليد سليمان. وليد اللاعب يا ولد يا ولد يا ابو خدع يا وليد يا سليمان، جول حلوه حلوه، هدف جميل من قدم اليمنى في الزاويه اليمنى العلويه، يا ولد يا ولد يا ولد، هدف ثاني وليد سليمان. هوبا تمرير وليد سليمان عربي، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يا وليد يا وليد يا وليد، هدف جديد في الجديد، وليد صاحب الهدف الجديد في الجديد، لا لا لا، هدف فين؟ هدف في عش الدنابير يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. لاعب النادي الاهلي بقى في العمق وليد سليمان، ممكن التعادل، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هنا we'll be right back.
بصراحه ده عرض عالمي. ده مين ابن اللعيبه اللي طلع الفكره دي؟ عاملها ثلاثيه الباسكت يا جماله يا جماله، ثلاثيه باسكت بالاقدام حطها له على ذكر الانتصار الغالي لمصر والوصول لكاس العالم. عشان يهز الشباك هز، عشان يسجل الهدف الرابع في المباراه والهدف الثاني لنجم النجوم وليد السليمان في هذه المباراه بكل التاكيد. الرباعيه والهجمه، الرباعيه والجمله، الرباعيه والتفاهم والتعاون الممتاز بين حسام غالي وبركات الزيبقي ودوليد سليمان. ولا 18 وليد يلعبها حلوه يسند عليه تاني ميدو جابر، وليد خطير خطير، جول 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 وليد سليمان، يعني خاتم سليمان اهو مظبطه قوي. يرجع مشكله للدرجه بالوسط، خطيره برشا، اثنين على واحد وكوره خطيره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني. انا هلم الاوراق لو وليد سليمان حط الكوره في الجون. وليد سليمان يلعبها وخلاص من الجون، لم الاوراق خلاص خلصها خلاص وليد سليمان. يا الله على الكوره، يا الله على الكبار. جميل، يتقابل الريال مع الليون، ترجع الكوره تاني على طول الى وليد سليمان، تسديده جميله على عربي. ايه ده ايه ده، مش ممكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حته كهربوتين. وليد سليمان واقف هنا مش مخلي الراجل عارف هيوديها فين، انما رجله عارفه وهو اللعيب طبعا انت عارف يا حاجات بتاع نص الملعب دي بتاعتك دي يعني ان شاء الله. يا سلام يا وليد، بص الاستلام واخد قرار وباصص وحاططها في المقص، مش ممكن. محمود السيد، وقلت لحضراتكم المفاجاه من بره ال 18 هي اللي ما ادتش افضليه لمحمود يقف كويس في البره. شكرا.